المدرب التونسي الكابتن نصر الدين النبي المدير الفني للمريخ السوداني. الحقيقة تصريحاته لما جه اتحرفت، لأنه تصريح الفول والطعمية ما كانش كده. هو لما اتنقل الراجل بيسألوه أنت جاي عشان تكسب، جاي عشان مش خايف تخسر؟ قال لهم هو أنا لو هلعب مباراة وأنا ضامن إن أنا هخسر ما اشتغلش في الكورة، أروح أبيع فول وطعمية. فاتنقل التصريح محرف إنه النبي بيقول لو خسرت من الأهلي أبيع فول وطعمية. المسألة ما كانتش كده خالص. هذه قسوة في النقد في حق مدرب. بعد المباراة كان ده رأي نصر الدين النبي. أول شيء يعني مبروك لنادي الأهلي، فعادي جدا يعني احنا كنا مدركين أن فريقنا غير جاهز لدوري المجموعات، ثم أنا تواجدي في مع نادي المريخ منذ 10 أيام فقط، فالشغل كله كان شغل نظري ما كان شغل عملي، وكرة قدم هي عملية. ثم خسارة 3 نقاط أولى ضد النادي الأهلي ليس بال يعني ماش مفاجأة يعني، لأني لا أرى أي فريق قادر عن أن يرجع ولو بنقطة ضد النادي الأهلي. لذا منافسينا المباشرين هما يعني فيتا كلوب وسيمبا، واحنا عارفين حجم العمل الذي ينتظرني شخصيا، لكن هدف أو هدفي من قدومي لنادي المريخ ليس هذا الدوري المجموعات، فأنا جيت عن مشروع متفق عليه وموثق كتابيا. خلاص، هو ده بيلخص وجهة نظره في النادي الأهلي وتقديره للنادي الأهلي، وقال إن من الصعوبة إن نتصور إن هو ده المنافس الأول لنا. احنا يعني حتى له جملة صريحة يا باشمهندس، قال لك ما في فريق أفريقي يستطيع أن يخرج من القاهرة أمام الأهلي بنقطة. يعني نرجو أن يكون هذا ما يحدث بالفعل. كرة القدم فيها كل شيء، ولكن المريخ فريق كبير يا جماعة. صحيح. ونتائجه السنة اللي فاتت بتقول هذا الكلام. نادي عريق. ونتمنى لهم التوفيق. طيب. بمناسبة النادي التونسي.